السلام عليكم الزينات، كيراكم دايرين خواتاتي وخالاتي واخواني؟ ان شاء الله قاعد تكونوا غايه وتكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. المهم حبيبه قلبي، اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم تحليه رائعه سهله واقتصاديه وبنينه بزاف بزاف، واهم شيء انها جديده، وصفه راح تشوفوها لاول مره ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله تعجبكم وجربوها. شوفوا البنات اللي ما يبغوش التحليات الحلوه اللي تقهم، بون ما تجيش حلوه حتى لديك الدرجه اللي تقهم، حلاوه عادية جدا. هذه كنقطة أولى، وثانيا كل المقادير تاعها اقتصادية جدا، وثالثا يعني التوقيت تاعها سهلة، يعني زعما ما تشدش اليد ولا فيها بزاف التخليطات، وفاهمين. المهم حبيبات قلبي، قبل ما نبدأ في الوصفة تاعنا ما تنسوش الجمجمة، جمجمولي ونبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا في البدايه نحتاجو هذا الكاطو تاع 2000 برينو. برينو يعني راه موجود في كل السوبرات ورخيص، وكما قلت لكم نحتاجو ثلاثه برك، ثلاثه تاع الباكيات يبقى لكم منهم. بالنسبه للقاعده يجيكم فيها زوج تاع الباكيت، فايده والحصول على حسب المول اللي راح تستخدموه. ان في هذا المول الدائري، بما انه الكاطو جاي زعما مدور، يوالي نكون فيه المول المدور باش يجيكم يعني التحليه تاعكم منظمه. سينو لا درتو كاطو واحد اخر وكان يعني مستعطل، ولا ديرو مول على حسابه، فهمتوا؟ باش تجيكم التحليه تاعكم منظمه، ما تظلوش ديرو في الطروفه. بو بالنسبه للكريمه تاع الفلون، نحتاجو فيها زوج كيسان تاع حليب، زوج كيسان تاع حليب، ونحتاجو 6 مغارف تاع فلون. انا درت ذوق الموز، وذوق الموز ما يجيش حلو بزاف كيما الشوكولا، يجي بنين، يعني الحلاوه هذيك ما تجيش تقهم نو. وبالمناسبه اختاروا نوعيه جيده تاع فلوان، انا درت سوسن ما يجيش حلو بزاف، ما يجيش فيه كميه كبيره تاع السكر. درت 6 مغارف في زوج تاع الكيسان، درت مغرف معمره مليح تاع المايزينا. المايزينا منها يعني تعطيه قوام الكريمه هذه، منها تصمت لكم الفلو، يعني الفلو ما يجيكمش حلو بزاف، فهمتوني؟ ودرت لافاني كيما شتو، درت لافاني تاع لاباط اغوم، ونديرها فوق الغاز، نخلط بالفويح حتى نحصلوا على كريمه، يعني ماشي كيما مين نطيبوا الفلون قار ولا يغلي نو. درنا له المايزينا استادير غادي يعقد، دوك نقعدوا غير نخلطوا بالفوي حتى نحصلوا على كريمه يبدا يثقل، سي بون كيما راكم تشوفوا فيه. نفرغه مباشره فوق هذاك البيمو، وعفوا فوق هذاك الكاطو، والكاطو هذاك ما شربته، ما درت له حليب ما والو، خلوه يقعد هكاك مقرمش باش ما يجيكمش طري. صراحه كي يجي طري بزاف يعني ما يجيش ملاح، تحسوه معجن وتحسوه تحليه معجنه ولا ما نعرف، بصح كي يجي مقرمش يعطيكم شغل قوام شباب في التحليه تاعكم. الوغ نخلوها تبرد حتى تجمد باش نزيدو لها طبقه ثانيه. الطبقه الثانيه نحتاجو فيها زوج من هادو البوايت تاع ديسيرنا. انا استخدمت هذا عفوا هاد الياغورت تاع ميل سانك، يدير ميل سانك 300 كيما نقولو، يجيكم زوج. انا درت 3 وبقالي بقات لي الكريمه تزايدت لي، الوغ ديرو زوج. هذا تاع ميل سانك سموه ديسيرنا كراميل، الاولى جاي رخيص والزوجه ماشي حلو، تما كي راح نطلع معاه الكلام شونتيي ما غاتش تجيني حلاوه قاطعه. الوغ مش غاش تشرو هذاك الغالي خاطر يجي حلو، شرو غير من هذا الرخيص. يدير كما قلت لكم ميل سانك، وديرو غير زوج، مش غاش ديرو 3. الوغ بهاد العلبه تاع الكلام شونتي نعبر تاني 3 تاع ما تاع عفوا تاع عفوا تاع شونتيي، بالعلبه تاع الياغورت ندير 3 غبرات شونتيي. الا كانت الشونتيي تاعكم عيانه قادين ديروا حتى تزيدوا، يعني تزيدوا شويه تاع غبره ما فيها والو، المهم يطلع لكم غايه. الوغ زدت شويه تاع عطر الكراميل اللي كان عندكم، وهنا درت مغرف صغيره تحت توفيا، هذه اختياريه، كانت عندكم صحه للبنه وخلاص، ما كانتش عندكم سي بارابيل، مغرف صغيره برك، والعطر تاع الكراميل. المهم حبيباتي نطلعوا غايه بالبعض وقت تحصلوا عادي على كريمه. المهم هذاك الياغورت نسيت ما قلت لكمش يكون بارد 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 غايه، قريب يتكونجلا، لو كان ما يكونش بارد ما طلع لكمش مليح الكريمه. فوالا بعد ما طلعتها غايه، انا شويه شونتي عيانه عندي من هذيك الالاستيك، من الاحسن تشوفوا نوعيه مليحه. المهم لا علينا، نديروها فوق هذيك الطبقه الاولى تاع كريمه الفلون تكون جمدت. كما راكم تشوفوا بقات لي الكريمه تاع الياغورت، على بها قلت لكم ديروا غير زوج، زوج تاع بايض يكفوكم. ونخلوها تاني تبرد شويه تشد روحها، ونديروا لها التزيين من فوق نفس الكاطو تاع برينو، من هذيك العلبه الثالثه اللي بقالي منها شويه. الوغ هذاك اللي بقالي ريحيته في لاشواغ، ولا غير دقوه ولا غير بيديك تفتيه، يعني ماشي شرط لاشواغ،
وتدرزريه كيما هكا من الفوق، ديري طبقة مليحة. وبالمناسبة هاد القاطو ما جايش حلو وحلو، يعني شروه وتستوه وشوفوا، جاي شوية يعني الحلاوة تاعه معتدلة، يعني الحلاوة تاعه شابة، الوغ كي راح يتلاقى مع هادي كريم شونتيي وكاع غادي شغل يصمتها، تما ما راحش تجيكم هذه التحلية حلوة إطلاقا. جربوها وقولوا لي البنات، أنا كي نقولكم راني عارفة اش راني نقول، ما غادش تجيكم هذيك الحلاوة اللي زعما ديك البيزار اللي تقهم، نو تجيكم واحد الحلاوة شابة يعني تنتكل افيك بليزير. المهم تخلوها تبرد وتقطعوها، تتقطع معاكم دي طرونش عادي، تقدو ديروها في مول كبير وتقطعوها مربعات، كيما تقدو ديروها في لي فيغين يعني لي مول الفرديين. هذه هي التحلية تاعنا، ان شاء الله عجبتكم وجربوها لولادكم في هذا الويكند، فرحوهم بيها ان شاء الله يا ربي، يعني وقت ما يوجد كيما يقولوا وقت ما يوجد الخير ينفع. اذا حبيبات قلبي ما تنساوش تجمجموا لي، واللي دخلتوا جدد معايا مرحبا بكم غالياتي، اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس هكذا باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم. استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.